أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، طاب مساءكم أينما كنتم إلى قراءة في تطورات المشهد اليمني في هذه الفقرة. تقدم مستمر تحرزه القوات اليمنية مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف العربي في مدينة الحديدة، كان آخره السيطرة على مساحات كبيرة من مطار المدينة التي تكتسب أهمية استراتيجية كبرى باعتبارها تشكل أحد أهم المنافذ الرئيسة للبلاد على البحر الأحمر، وبالتالي فتمثل عودتها إلى قبضة قوات الجيش نجاحا في السيطرة على شريان مهم من شريان المساعدات، وسبيلا آخر لقطع مسار تهريب السلاح إلى ميليشيات الحوثي، كما تفتح الطريق أيضا أمام استعادة باقي المدن اليمنية وعلى رأسها العاصمة صنعاء من سيطرة الميليشيات الحوثية. مدينة الحديدة اليمنية، أو كما يطلق عليها البعض عروس البحر الأحمر، اسم بات متداولا بكثرة في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة لما تشهده من تطورات متصاعدة نتيجة المعارك القائمة بها بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية. وبرأي محللين تكتسب الحديدة أهمية استراتيجية كونها أحد المنافذ الرئيسية لليمن على البحر الأحمر، والتي استخدمت الميليشيات ميناءها نقطة انطلاق لشن هجمات بحرية ضد الملاحة الدولية والحصول على أسلحة مهربة من إيران لاستخدامها في مواجهة القوات، وكذلك تهريب الصواريخ التي يتم إطلاقها على المناطق السكنية في المدن السعودية. وبتحرير الحديدة وميناءها الاستراتيجي يقطع الشريان الإيراني الذي يمد الإنقلابيين الحوثيين بالأسلحة والمعدات المهربة، وسيتم فتح جبهات جديدة في أماكن عديدة لتحرير كافة المحافظات والمناطق التي ترزح تحت سيطرة الإنقلابيين بما فيها أمانة العاصمة. سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة كان سببا في تفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث استغلته في نهب جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين. وكما يرى البعض أن استعادة المدينة من قبضة الميليشيات تمثل تطورا نوعيا يفتح الطريق لتحرير باقي المحافظات الساحلية في شمال اليمن في إطار السعي لإحكام السيطرة على كل المنافذ البحرية، ما يمهد الوصول إلى محافظات الوسط وعلى رأسها العاصمة صنعاء، وهو ما يمثل سقوطا مدويا للحوثيين. الحديدة إذن ورقة رابحة للقوات اليمنية تمكنها من السيطرة على باقي أنحاء البلاد وملاذا آمنا للحوثيين يضمن لهم البقاء وتلقي الدعم، وهو ما يجعل استمرارهم في السيطرة عليها عاملا مؤثرا يساهم في إطالة أمد الصراع أو الوصول إلى نهاية الحرب سريعا مع إحكام قبضة القوات اليمنية عليه. عملية إحكام السيطرة على كامل مدينة الحديدة وعلى رأسها مطار الحديدة الذي يشكل عملية شديدة الأهمية جاءت في إطار عملية النصر الذهبي للقوات اليمنية مدعومة من التحالف العربي. العملية ترمي للسيطرة على مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي بشكل كامل. شيماء الكردي، في سياق هذا العرض تستعرض أبرز محاور أهمية هذه المعركة الدائرة للسيطرة على مطار الحديدة والأهمية كذلك التي تكتسبها مدينة الحديدة بأكملها. تفضلي شيماء. شكرا لك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تشكل السيطرة على مطار الحديدة تقدما استراتيجيا في معركة القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي والرامية إلى طرد الحوثيين من مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي. ويؤكد خبراء عسكريون أن استعادة السيطرة على هذا المرفق الحيوي تشكل ضربة موجعة للميليشيات. يقع مطار الحديدة جنوبي مدينة الحديدة المطلة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ويبلغ طول مدرجه 3 كيلومترات، وأوقف المطار عملياته عام 2014 عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية واجتياحهم صنعاء وسيطرتهم على الحديدة فيما فيها المطار. دخلت القوات، ونقصد هنا القوات اليمنية مدعومة من التحالف العربي، المطار من ناحية الجنوب الغربي له بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة، لتجبر القوات الميليشيات على الفرار ناحية الشمال. ساعات من المعارك الدامية دارت بين المقاومة والميليشيات أسفرت في النهاية عن السيطرة الكاملة على المطار بمبانيه ومرافقه، وكذلك مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، لتبدأ القوات بعد ذلك عملية تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة. رحلة القوات اليمنية للسيطرة على مطار الحديدة اعتراها العديد من الصعوبات والإشكاليات، حيث لجأ الحوثيون إلى تفخيخ محيط المطار والطرق المؤدية إليها لعرقلة تقدم القوات، وكذلك حفر عدد من الخنادق داخل المطار.
مع اقتراب القوات من السيطرة على المطار، لجأ الحوثيون إلى احتجاز المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة واضحة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب. وأخيرا لجأت الميليشيات إلى قصف الأحياء السكنية بالدبابات. السيطرة على مطار الحديدة ستوفر خدمات رحلات داخلية ودولية، فموقع المطار يعد استراتيجيا، خاصة أنه يقع جنوبي ميناء الحديدة ويبعد نحو 10 كيلومترات عنه. وبجوار المطار توجد قاعدة جوية عسكرية كانت تتمركز فيها عدة ألوية دفاع جوية قبل أن يحولها الحوثيون إلى معسكرات لميليشياتهم. كما تمنح السيطرة على المطار القوات اليمنية سيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وهو الخط كيلو 16 الحيوي، الأمر الذي سيساهم في تأمين تقدم القوات المشتركة وقطع إمدادات الميليشيات وتضييق الخناق عليها وسط مدينة الحديدة ومينائها وفق خبراء عسكريين. كما توفر السيطرة على هذا المطار الحيوي جسرا جويا إغاثيا وتأمين للمساعدات الإنسانية لأهالي الحديدة. إذن مشاهدينا، كل هذا ما لدينا عن معركة الحديدة وسيطرة القوات اليمنية على المدينة. والآن عودة لأحمد لاستكمال هذه التغطية. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك شيماء. معنا ضيفا في الاستوديو الآن الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور عادل الأهدل. دكتور عادل، أهلا وسهلا بحضرتك معنا ضيفا في أون لايف. الحديث بشكل مستمر عن معركة الحديدة لا يزال يعتريه لغط كبير منذ أيام عندما أطلقت عملية استرداد مدينة الحديدة. قبل أيام تمت السيطرة على مطار الحديدة، ثم بعد ذلك قيل إن القوات اليمنية المدعومة بالتحالف اقتربت من ذلك. اليوم يقول البعض إننا إزاء 10 كيلومترات أو أكثر قليلا للسيطرة على مطار الحديدة. أين تكمن الحقيقة تحديدا؟ الحقيقة تكمن في اتجاه نوعية الالتفاف حول مدينة الحديدة. أنت معك الآن أن الجيش متوجه من ناحية الدراهمي الآن بيلتف ويرجع من الخلف لأنه مش قادر يدخل المدينة بسبب وجود الميليشيات الحوثية داخل المدينة من ناحية منطقة مستشفى الكويت والسجن المركزي ما زال مسيطر عليه اللي هو أقرب لمنطقة الدراهمي. معك برضو معسكر الأمن المركزي وهو أكبر من معسكر المطار وفي الدخيرة وفي السلاح وفي كل شيء، هذا اللي مواجه لمنطقة الدراهمي ومنطقة المطار أيضا هو الجهة اللي يعتبر الجهة الغربية لمطار صنعاء. دكتور عادل، منذ السيطرة على الدراهمي وخرج عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيات الحوثي وهو يتحدث بنبرة منكسرة تماما وكأنه يقر بدنو أجل الحديدة تقريبا بأنها ذهبت إلى سيطرة القوات اليمنية، هل كان الرجل يناور أم أنه بالفعل هذه تعتبر من بين مسارات الصعوبة الاعتيادية للسيطرة على الحديدة؟ لا أبدا، هذا كان الرجل فعلا كان يعني زي ما أنه فعلا الحديدة الآن على وشك السقوط. نعم. بس محتاجة إلى تكتيك عسكري واسع قليلا، إنما انحصار القوات كلها من ناحية الدراهمي والمطار حياخد وقت، وهذا بيعزز من قوة الحوثيين في المناطق اللي من اتجاه كيلو 16 ومصنع الغلال ومصانع شركة يماني وأخوان ثابت والمناطق هذه كلها، هذه بتكون معسكرات خاصة للحوثيين لمواجهة المطار. يعني أنت إذا ما فتحت مجال للحرب في اتساع من كيلو 16 تتوغل من خلف الأماكن هذه، بيبقى هذا الباب مفتوح للهجمات الحوثية على المطار في أي وقت. محيط المطار بالكامل، يعني من جهة واحدة يبدو أن هناك مشكلة أو بعض المعوقات في أن تذهب القوات اليمنية مباشرة من ناحية الدراهمي كما ذكرت، ماذا عن باقي جنبات المطار؟ لأن المسألة أيضا لا تزال تحيط بها مجموعة صعوبات. الصعوبة الأولى معك فتحة كيلو 16 فتحة كيلو 16 هذا الاتجاه، هذا مفتوح الخط باجل خط صنعاء والإمداد اللي جاي من منطقة عبس ومنطقة عبس والزيدية واللي وقع عبر خط الشيخ زايد أو شارع زايد، هذا امتداد الحوثيين، هذا مواجهة للمطار والصواريخ مع المدى القصير بتكون مواجهة ضد القوات اليمنية. فعلى القوات الشرعية الالتفاف إلى كيلو 16 بدل البقاء في المطار لقطع خط الإمداد. إذا أنت غلقت هذا ربما على هذا النحو قد يتركوا الفرصة مواتية لحصارهم أصلا داخل المطار، لحصارهم داخل. نعم. المطار أيوه. نعم. هم هيعملوا هكذا، هم هيتورطوا في الورطة هذه. نعم. إذا كان الجيش الشرعية ما زال متمسك في عملية المطار فقط وليس الالتفاف حول المطار
من الخلف. المسألة يسيرة، مسألة الالتفاف هذه التي تطالب بها من عند الكيلو 16، ولا هناك بعض الإشكاليات أيضا مرتبطة بتواجد الميليشيات الحوثية هنا؟ واسعة. نعم، معك متاحة واسعة، ومعك توغلات من الحوثيين بيتوغلوا باتجاه كيلو 16، لأنه معك المصانع اللي قلت لك عليها والشركات هذه اللي هي مصانع الغلال اللي هي عبد ربه، ومصانع مش طبعا تاجر اسمه نعم عبد ربه. نعم، وأخوان ثابت اللي هو مصنع يماني، وشركة تهامة، والتلاقة المركزية. في الخطوط هذه مركز حماية لتواجد الميليشيات. إذا ما قدرت أنا ألتف بهذا الاتجاه وأقطع الخط الإمداد ويبدأ الحصار برضو هنا، في عندي نقطة، إذا الأخوان في قوات التحالف لا يمتدوا امتداد من حرب السعودية، من السعودية يبدو بامتداد من الحرب إلى أن يصلوا الزيدية وشفر تمام وعبس لمساندة القوة القادمة من اتجاه المطار واتجاه الحديدة، عشان يفتحوا عدة جبهات على الحوثيين ويشددوا المجال. طيب، هي منذ استيلاء الميليشيات الحوثية على ميناء الحديدة، والسؤال الأهم الذي كان مطروحا حول الحديدة وحول غيرها من المدن التي شهدت تواجدا حوثيا، هل هناك ظهير شعبي معتبر موجود للميليشيات الحوثية قل أم كثر؟ السيطرة على ميناء الحديدة أو على مطار الحديدة، على مدينة الحديدة بكل ما لها من أهمية استراتيجية على الساحل الغربي لليمن، هل تقول بأن هناك اعتبارا ومددا شعبيا يحظى به الحوثي هناك، ولا المسألة أقرب للاستيلاء؟ لا لا لا، الآن بالنسبة للوضع الاجتماعي الموجود داخل اليمن، هو صح نحن نأخذ بعين الاعتبار إنه وجود فيه تحالف شعبي، بس مش بالكم الكبير اللي نحن نتوقعه ونخاف عليه. لا، بس أثناء الضغط الآن، الضغط الحصار الغذائي والصحي وانقطاع الكهرباء والماء، الشعب ينتفض على الحوثيين، لن يستمر الحوثيين، نفس الغطاء الشعبي الموجود معاه سوف ينتفض عليه وينسحبه، لأنه حيكون في ضغط عسكري وامتداد. الآن اللي أسمعه أنا إنه في ضرب لداخل السكان، لداخل المدينة. نعم، الحديدة في طبيعة إما أن تنضموا إلينا في القتال وإلا تكون دروعا بشرية مثلا. هذا بالنسبة للمدينة، هنا عملية السيطرة الجيش الشرعي عدو لسه ما سيطر على المدينة نهائيا. نعم، والغطاء الساتر البشري اللي بيعمله الحوثيين ده بيعمله أكيد، بس مش في الوقت الحالي، بعد اختراقهم من كيلو 16 والمطار هنا بيبدأ الساتر، لأنه في عندك عدة مدائن سكنية عشان تخترقها بتواجد ساتر قدامك بشري لابد من ضربه، أو لابد من أنك تتعامل معه بأسلوب الحصار على هذا الأساس. فوجود غطاء شعبي للحوثيين موجود في الحديدة، بس مش بالكم اللي ممكن نتوقعه أنه حيستمر على طول. لا، طيب دكتور عادل، المجتمع اليمني مجتمع قبلي بالأساس، مجتمع مسلح أصلا بطبيعته الاجتماعية، أين يكمن هذا المعطى في إطار هذه العملية وفي إطار غيرها من العمليات؟ المكون الشعبي الموجود هناك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في مصلحة أي من الطرفين؟ تهامة لا، تهامة رغم أن البعض كان يعول بالأساس أصلا على قبائل تهامة، قبائل تهامة أو مجموعة تهامة ليس بالكم اللي ممكن يعول عليها حتى القوات الشرعية إنها تكون هي المساندة الرئيسي. لا، أنت معك جيش نظامي لازم تعتمد عليه، هذول ممكن اختراقهم، لأنه ممكن يفلتوا من أيديك كقوة شرعية تنضم إلى القوات الشرعية الموجودة كقوة شرعية. لا، هذا لا تعتمد عليه بالنسبة للاتهام، لأنهم متقلبين، وهؤلاء القبائل مش من النوع اللي ممكن يسمو لفترة أطول في المعركة، ممكن يتوغل بعد فترة ويتركك. لكن قبائل صنعاء اللي هي مستميتة، قبائل دموية عندها قوة من الاستماتة وعندها تحمل وعندها الزراعة، يعني قبائل لديها بأس في القتال، ليست بالضبط. قبائل دموية، توصيف دموي قد يبدو لا توصيف لا خشن. لا عفوا، يعني نعم. هم قالوا ذو بأس شديد. نعم، نقدر نعم. نقول عليهم انه ذو بأس شديد قبائل صنعاء، حتى توضع التوصيفات فقط في المسار الذي تريده انت. عفوا، يعني انا ما اقصد انه قبائل دموية تحب الدم، لا صحيح. قبائل عندها قوة وصمود لطويل الأجل. تتحدث عن صنعاء وتخومها وبعض المناطق المحيطة بصنعاء. بالضبط، مقتل صالح الصماد، البعض قال إنه قد يفقد الحوثيين بالأساس مددا قبليا معتبرا في حزام صنعاء، هل هذا حدث بالفعل ما بعد اغتيال الصماد؟ هو عمل عملية التفاف أكثر وأقوى لقبائل صنعاء حول الحوثي. أيوة، إلا بعض القبائل اللي نفرت الآن وبدأت تعمل تجمعات خاصة ضد الحوثيين لمعركة صنعاء القادمة، لكن الصماد عمل التفاف قوي جدا. اغتيال صالح الصماد احدث هذا في احدث نعم. ايوه، احدث تمركز قوي بالنسبه للحوثيين. منذ ان ذهب الجيش اليمني والتحالف العربي الى داخل مدينه الحديده، ايا كان العمق الذي ذهب فيه الى داخل الحديده،
ميليشيات الحوثي عادت إلى الخلف، أعادت تموضعها مثلا فيما تبقى من مناطق الحديدة، ولا ذهبت إلى مناطق خارج محيط مدينة الحديدة على الأقل الكتل الأكبر منها؟ شوف يا سيدي، في تصور أو تخيل للخارطة مدينة الحديدة، امتداد خط كيلو 16 اللي هو عبارة عن 20 متر شارع رئيسي ينطلق منه السكان الحديدة إلى الدخول إلى صنعاء أو الخروج من الحديدة إلى تعز إلى باقل إلى صنعاء إلى حرض الأماكن هذه. فتقول حضرتك منذ البداية أنه الطريق المفتاحي لإحكام السيطرة على المطار أصلا هو لو قطعت كيلو 16. نعم. منفذ عدم دخول وخروج. نعم. لكل أنواع البشر كان وحكمت السيطرة في كيلو 16 ومصانع الغلال، أنت في الحالة دي تقدر تحكم السيطرة على المطار تماما وتقدر تضغط. أنا سامع أنه الآن دخلوا المطار لكن وجود بعض الألغام، وجود حفر خنادق موجودة. طيب أنت دخلت المطار. نعم. ثم ماذا بعد؟ وماذا بعد هذا؟ إذا أنت لحد الآن مش قادر تتواجد نتيجة تواجد الشيء على الألغام والخنادق هذه، معناته أنت لسه ما حكمتش. حضرتك كنت تشرح قبل لحظات قبل أن أسأل حضرتك السؤال التالي حول عناصر ميليشيات الحوثي، هل أعادت تموضعها وتمركزها فيما تبقى من مناطق الحديدة ما بعد دخول قوات الشرعية، ولا ذهبت إلى مناطق أخرى قد تكون في محيط الحديدة؟ في داخل الحديدة وليس. نعم. في محيط الحديدة. نعم. في داخل الحديدة وفي محيط كيلو 16. القوة الحوثيين الآن متمركزة في محيط كيلو 16 وفي داخل مدينة الحديدة. لسه عادوا أمامك الآن حوالي 7 كيلومتر عشان تدخل الحديدة مدينة الحديدة. فعشان تدخل مدينة الحديدة عندك معسكرين، معسكر القوات البحرية ومعسكر الأمن المركزي. هذا أمامك مواجهة ما هي سهلة. نعم. عشان تتوغلها. وبعدين عندك تمركز قيادات في السجن المركزي. السجن المركزي عبارة عن قاعدة عسكرية موجودة فيها قوات غير المساجين، هذا درع بشري آخر. أنت حتتوغل. ما هي طبيعة الحسابات التي كانت حاكمة للتحالف العربي قبل أن يقرر الذهاب إلى الحديدة؟ والمسألة كانت معلومة ربما قبلها بنحو 10 أيام بأن التحالف ربما أتم كامل تجهيزاته وإعداده للذهاب هو الجيش اليمني إلى مدينة الحديدة. ما هي طبيعة الدراسة التي أجريت أو دراسة العوامل بطبيعة الحال كالتي ذكرتها؟ التهديد المباشر من ميناء الحديدة للملاحة الدولية العابرة خط البحر الأحمر. عندك أنت لو شفت في منطقة المخا احتكمت السيطرة على الميناء بالشكل كامل وبسرعة، واحتكمت المواقع وأمنت خط الساحل الدولي أو الخط الدولي للملاحة لوجود منطقة أسمرة، وجود جيبوتي. نعم. الحامل الرئيسي لحماية المنطقة، فكان الحوثيين مش قادرين يتوغلوا لأنه. نعم. يحصل لهم اختطافات للمراكب البحرية تبع الحوثيين، فاستطاعت القوات الشرعية أن توغل. الآن عندك انفتاح أكثر من 120 كيلومتر مساحة ما بينك وبين السودان، ما بينك وبين أسمرة مفتوح الخط البحري الآن ميناء الحديدة، يستطيع الحوثيين التوغل والضرب. هنا الاستراتيجية الأمنية دعت لابد من السيطرة على ميناء الحديدة. أنا سألت حضرتك ربما عن طبيعة يعني هم قدروا أن هناك ضرورة حتمية تحتم عليهم الذهاب إلى الحديدة بحكم كل العوامل التي ذكرتها والتي هي معلومة ربما قبل سنوات، لكن طبيعة الصعاب الاستراتيجية التي كان من المتصور أن تعترض طريق قوات الجيش والتحالف، ما هي الدراسة التي تمت لهذه المعوقات وعلى أساسها اتخذ التحالف والجيش قراره بأنه آن الأوان لخوض غمار هذه المعركة؟ الطبيعة اللي أخذت الاستراتيجية للكلام هذا على أساس أن الآن تحكمت السيطرة على منطقة زبيد ومنطقة خط الساحل اللي هي الحسينية والدرهمي، أحكمت السيطرة والآن أمامنا خط الحديدة. العملية الثانية أنه في كم هائل من الحالة الاجتماعية السيئة المتوفرة في الحديدة الآن، إنهاك الشعبي، استغلال السخط الشعبي الحاصل ضد الخفيف، وبنفس الوقت في إنهاك لسكان الحديدة من ناحية الغذاء، من ناحية الصحة، من ناحية لا توفر التنقل، الضغط الكم الهائل موجود من الحوثيين على أبناء الحديدة. هنا بدأت السيطرة أنه لابد لو توغلنا ووصلنا الحديدة في عندنا غذاء شعبي حيكون متوفر بنسبة 50% لصالح الدخول الحديدة. هذه حاجة. الحاجة الثانية، وهذا تحقق بالفعل دكتور عادل؟ هذا تحقق. نعم. هذا تحقق فعلا القوة. نعم. موجودة الآن لأنه سكان الحديدة بطبيعتهم يميلوا لأبناء التحرر عن السيطرة الإمامية السابقة. نعم. يعني التاريخ يعيد نفسه أنه في حرب اسمها حرب الزرانيق ما بينهم وبين الإمامية اللي هو كان حكم الإمامية، حكم الإمام أو الزيود الآن اللي هو بيسيطر فيه عبد الملك الحوثي. رغم أنه يعني من الناحية الأيديولوجية يبدو أن الحوثيين بارتباطهم بإيران
تحللوا فعليا من المذهب الزيدي، هذا على الارجح. هذا هذا اكيد. نعم. هذا اكيد اكيد، ودخلوا في 12 وفي موال طويل. نعم. عريض. نعم. يعني لا يمكن يتقبله المذهب الزيدي داخل. نعم. صنعاء. صحيح. في الفتره القادمه كانوا يصنفوا دوما بانهم سنه الشيعه وشيعه السنه من فرط اعتدالهم يعني. بالضبط هذا. نعم. الكلام هذا من بين المعوقات التي ذكرتها أو من بين العوامل الدراسة التي قام بها التحالف، الاستناد إلى بعض الزخم الشعبي الحاصل لمصلحة الجيش اليمني على حساب ميليشيات الحوثي، ماذا بعد أيضا كان من بين عوامل هذه الدراسة؟ من بين هذه العوامل عامل رئيسي أساسي جدا، حماية منطقة المواني الخليجية على البحر الأحمر. لابد من السيطرة على الميناء الحديدة بأي طريقة. نعم. هذا من بين الفلسفة الإماراتية السعودية لهذه المعركة. بالضبط، السيطرة على الميناء الحديدة، أنت أمنت الخط الملاحي. نعم. للبحر الأحمر من باب المندب، جيبوتي، ذباب، إلى أن تدخل العقبة. الخط الملاحي هذا لابد من السيطرة عليه، فبقاء الحوثيين في ميناء الحديدة شر لدول الخليج، فلابد من إبادته. فلابد هذه النقطة الرئيسية والأساسية بعد الغطاء الشعبي والآخر اللي قلناه وتحدثنا. الأشهر الماضية شهدت بعض التغيرات المرتبطة بالنواحي العملياتية وبعض التشكيلات المرتبطة بالقوات الشرعية. دخول لواء العمالقة وطارق صالح نجل شقيق الرئيس المغدور علي عبد الله صالح. نعم. الحديث عن عودة أحمد علي صالح للواجهة على الناحية العملياتية على المستوى الأرض في إطار العمليات الجارية، أي تغير طرأ على طبيعة البنية العسكرية لقوات الشرعية مع ظهور ألوية العمالقة وبعض النخب التي ظهرت من هنا وهناك؟ عظيم جدا. أنا نوه لنقطة واحدة، الأستاذ أحمد علي عبد الله صالح هو العميل علي أحمد علي عبد الله صالح، عندما أسس الجيش العمالقة وأسس النخبة الخاصة به شخصيا يعني بالمعسكر الخاص فيه، كان كلهم من نخبة الحديدة وتعز. شايف النقطة دي؟ من نخبة الحديدة وتعز، يعني معظم القوات اللي بتتحرك لك هي من مناطق تهامة عسكريا ومدربة عسكريا على يد أحمد علي وطارق، هم من نخبة أبناء الحديدة وتعز وليس من نخبة أبناء صنعاء. فهم أدرب. المسألة كانت مقصودة أيضا من البداية أنه تحرك الحرس الحرس الجمهوري أو الحرس أو العمالقة مع الحرس الجمهوري الذي كان يعتقد الناس أنه كلهم افتكوا، رجعوا الآن بولائهم لطارق ولائهم أحمد علي. هذا المجموعة هذه هي أساسا من أبناء الحديدة وتعز، هم أدرى بشعابها، هم ناس أدرى بالحركة القيادية بالنسبة للتهامة. أي تأثير يمكن أن يحدث هذا بتشكيل لواء العمالقة إذا كان هناك جانب كان مهم تتحدث حضرتك عنه أنه كان من المقصود أن يتم استقطاب هذه العناصر من الحديدة لا من صنعاء، أي تغير طرأ على الأرض بعد تشكيل هذه الألوية؟ بعد تشكيل هذه الألوية الآن أنا بدأت الآن ألتفت إلى معركة الحديدة. مين محتاج؟ محتاج من القيادات اللي نعم. ممكن تمسك خط الساحل كامل، فأنا كان محتاج من القيادات اللي التمت في السابق مع أحمد ومحمد عبد الله صالح للتواجد في صنعاء. الآن هم معسكراتهم بتنزل الحديدة وبتنطلق، والآن هي اللي متواجدة في خط الحديدة. فكان دكتور عادل يعني للأمانة يعني والمسألة بدرجة كبيرة من التجرد الذي ألمسه في حديث حضرتك، هل جسد الشرعية لا يزال على ذات الحال من العافية، جسد موحد لا اختراقات فيه، ولا إعادة التشكيل وإعادة انتقاء بعض العناصر كطارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح هذه ربما تكون قد أوغرت صدور البعض، ومن بينهم مثلا الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي ناله ما ناله من سباب وتقريع في أوقات مختلفة من الرئيس المغدور علي عبد الله صالح ومن بعض أطراف حزب المؤتمر على خلفية الصراع الذي كان دائرا، وتحالف قيادات من حزب المؤتمر على رأسها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مع ميليشيات الحوثي، أن يعود الآن البعض ليشكل هذه الخارطة بوجود هذه العناصر، هل بالفعل الأمور استقرت واستتبت وتقبل الجميع هذا الأمر، ولا هناك بعض الإشكاليات في نفوس البعض؟ يا سيدي لا، هو في بعض الإشكاليات في نفوس البعض، هذا شيء طبيعي بالنسبة لأبناء القيادات الجنوبية وبالنسبة للقيادات الشمالية، لكن الآن أنا في تواجد في المناطق الشمالية، محتاج القيادات الشمالية اللي تقود المعركة أساساً. أنا مش محتاج إني أجيب واحد مثلا زي هيثم أو محمد هيثم أو أجيب سالم صالح أو أجيب قيادات من الجنوب. عيدروس الزبيدي والبعض من تم استقطابه. هذا عيدروس الزبيدي هو من ضمن المقاومة الجنوبية. نعم. ما أجيش أنا أقول لهم دول يا جماعة الخير تعالوا قودوا المعركة في تهامة وهم ما عندهمش أي فكرة. نعم صحيح. ما عندهمش أي التكنات الرئيسية وتوغل في صحراء تهامة. واجي اقول له تعال توغل، هذا صعب جدا، انا لازم اجيب احمد علي واجيب طارق محمد بن صالح، اجيب غالب القمش، اجيب اي حد من القيادات اللي كانت تدير. ماذا لو لم يكن الشقاق قد حدث بين الرئيس علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، انتهت
في النهاية باغتياله وقتله بالطريقة البشعة التي بدا عليها حادث القتل هذا. كيف كان للقوات الشرعية وللجيش اليمني أن يقدم على هذه الخطوة لو كانت الأمور على ذات الحال، إذا كانوا هم باحتياج لبعض القيادات الشمالية لخوض غمار هذه المعركة؟ الآن طبعا بعد وفاة المرحوم علي عبد الله الصالح شيء طبيعي جدا أن يلتف القيادات تحت قيادة أخرى. فالآن معهم الغطاء الشرعية، فطبعا أنا الآن عشان أمد نفسي وأبدأ أخذ بثاري لازم أتوجه إلى الغطاء الشرعي اللي بيسند حركة التعامل أو حركة القيادة. فلابد من التمام المجموعة هذه في معركة الحديدة وفي معركة صنعاء وفي معركة القبائل والتوغل الرئيسي اللي بيخش فيه. لا عبد ربه ولا القيادة الجنوبية كلها قادرة أن تقود معركة الشمال، هذا أنا أقولها بصراحة. إن لم يكن من نفس أهل مكة أدرى بشعابها، يعني من أهل صنعاء واتهامة هم. لكن دكتور عادل، ألم يكن الانقضاض على الشرعية بالأساس انقضاض طال الشمال كما طال الجنوب تماما؟ حضرتك تطرح الأمر وكأنها فقط تقسيم ما بين الشمال والجنوب، وبأن القيادات الجنوبية عليها أن تستعين ببعض العناصر الشمالية لاسترداد مناطق الشمال. أليست المشكلة مشكلة اليمن بأكمله وليست مشكلة الجنوب فقط؟ أنا أعيد لك، مش على أساس أنه اليمن دي شمال أو جنوب أو انفصال وحدة أو لا، أنا أتكلم على شيء واحد. أتكلم أنه علي عبد الصلاح أقصى القيادات الجنوبية كلها اللي كانت مفروض تتدرب في المناطق الشمالية وتقود الحركة في الشمال، اللي كان ممكن الآن تساند القوات الشرعية، فأقصاهم تماما. قيادات كثيرة جدا جدا وألوية وطيارين والآخر أقصاهم تماما عن الحركة في الشمال، وأصبح القيادات الشمالية هي اللي بتقود. الآن أنا محتاج في الشمال من عشان أقود؟ لأنه عندي إقصاء ضخم جدا من الجيش الجنوبي اللي التم في وقت الوحدة وكان مفروض هو اللي يقود المعركة، منها القيادات البحرية. معظم القيادات البحرية الآن اللي موجودة داخل الحديدة تمام كانت المفروض أنك تكون من القيادات الجنوبية، الآن ممكن كان تساند القوى الشرعية، هذه ألغيت أو أقصيت تماما في عهد علي عبد الله الصالح. فالآن أنا محتاج من، طالما أنا أقصيت عن التدريبات العسكرية الداخلية وعن الفجوات الرئيسية التي أطلع عليها في قيادة الجيش في الوقت علي عبد الله الصالح، فأنا في الحالة هذه ما أستطيعش أن أتوغل داخل المطرح الشمالي. يعني بكل المعطيات التي قدمت لها وأنت تقول لماذا تم الالتجاء لطارق صالح ولأحمد علي عبد الله صالح بالضبط. المسألة فقط مرتبطة بتحالف تكتيكي ضيق المدى ولا شراكة استراتيجية؟ لا، بتكون هي تحالف تكتيكي قصير المدى، لأنه الجماعة دول في النهاية لازم حتشال، لا يمكن أن يقودوا دولة فيما بعد. حتى وان كانت هذه الخطوات قد تمهد قيادات عسكريه وممكن اقصيهم او اعمل لهم مكاتب خاصه بهم، لكن لن يقودوا دوله في المستقبل. لن يقودوا دوله، دول التحالف هي اللي بتقود وترتب البيت اليمني كامل، وهذا شيء استراتيجي وموضوع في عين اعتبار دول الخليج كلها ودول التحالف، انه سوف يتم ترتيب البيت اليمني بعد هذا، بعد المعارك هذه وتنتهي وتسلم، بيبدأ ترتيب الوزارات والبيت اليمني والمال اليمني والآخر. هذا في عين اعتبار دول الخليج ولن يتركوها أبدا، هذه لن يتركوها بعد هذا، وبالذات الإمارات. طب بالذات الإمارات كما تقول، بمناسبة الحديث عن دول التحالف وظهور بعض القيادات الشابة الجديدة حتى ولو كانت على مستوى التحالفات التكتيكية فقط، ظهور شريط الفيديو المصور لآخر خطاب ألقاه الرئيس اليمني المغدور علي عبد الله صالح قبل مقتله ربما بساعات، توقيت اختيار هذا الفيديو أن يبث في هذا التوقيت ربما تزامنا مع عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي من جديد إلى عدن بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف العام تقريبا، هل كان المسألة دلالة، هل كان لما جاء على لسان الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس الراحل معنى أو دلالة في هذا التوقيت؟ التوقيت هذا جاء على أساس أن يبدأ تهييج الرأي المؤتمر الشعبي أو قيادة المؤتمر الشعبي الملتفة بالحديدة وفي المناطق، أنه في غطاء شعبي وحزن قوي من المؤتمر، من قيادة المؤتمر ومن المؤتمر الشعبي العام كامل اللي كان يعطي الغطاء الرئيسي لحد عبد الله صالح، هذا معناته تهييج لهم لتفكير المعركة القادمة فقط. هذا هو اللي حاصل، يعني عملية استراتيجية. هل لا يزال بعض المؤتمرين على علاقتهم أو شراكتهم بميليشيات الحوثي، ولا منذ لحظة الشقاق واغتيال الرئيس علي عبد الله صالح انتهى كل شيء ما بين حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي؟ لا، المناطق الساحلية اللي هي في قيادة المؤتمر هي ما زالت قيادة مؤتمرية صميمة وقوية،
ما بت ما يعني ان الشراكه قد فضت بالفعل. فضت هي فضت تماما ما نعم. لن تستمر الشراكه هذه بعد اختيار عبد الله صلاح، مستحيل ان يستمروا، لانه هم كانوا بنقد للشراكه هذه من عهد علي عبد الله صلاح، ولكن انسياء للقائد والزعيم. نعم. لابد انطلق. طيب. دكتور عادل، القوات الشرعيه والداعمون لها سيطروا على عدن في واحده من النقاط الاستراتيجيه المهمه في هذه المعركه، سيطروا على فرضة نهم، انهوا بعض نذر الخلاف في سقطرى، هذه نقاط كلها تصنف على انها نقاط شديده الاهميه او استراتيجيه ضمن المعركه الكبرى. هل تصنف الحديده من بين هذه المعارك ايضا التي ان وفق التحالف في الذهاب بعيدا واحكام السيطره عليها ستكون ايضا مؤثره في احكام السيطره على صنعاء؟ جميل جدا. بالنسبه شوف الحديده هي منطقه منفتحه، والمنطقه او الشريان المغذي لصنعاء وضواحي صنعاء اللي هي ناحية حجة وزيدية وناحية عمران وعفوا الجيش أيضا كان يفترض أنه من بين المعارك المهمة كانت فرضة نهم قبل عام ونصف العام أو عامين تقريبا عندما سيطر على فرضة نهم، وكان يفترض أن تكون بذاتها مقدمة للسيطرة على صنعاء. فرضة نهم يعني عشان أخرج من فرضة نهم أنا صعب أني أدخل صنعاء، صعب جدا جدا. شوف أنا بقول لك تفكير سياسي وعسكري، عشان أتوغل صنعاء لابد ما أحاصر صنعاء 3 سنوات، أحاصرها حصار 3 سنوات إلى أن يخرج الشعب من داخلها، يا ينتفض على زعيمه الموجود. نعم. داخل يا يسيب صنعاء ويخرج منها، هذا هي. إنما أن أنا أفكر أن أدخل من فرضة نهم أو أدخل من أرحب ومارب، ربما البعض قال أن اللواء المقدشي كان هو صاحب هذا التصور، قيل في ولا ولا نعم. ولا اللواء ولا أنا ولا أقول لك. نعم. أنا بعين الاعتبار والكل يفهم هذا، لا دول التحالف ولا الشرعية اليمنية ولا القيادات عسكرية ولا قوة تقدر تدخل صنعاء ما لم يسلمك القبائل نفسه. قبائل صنعاء تسلم صنعاء ولا لن تدخلها أبدا. وكأنك تقول أن القبائل هي التي توفر هذا الغطاء لمن شاء الحوثي. بالضبط بالضبط، القبائل ما زالت تغطي الحوثي الآن، ما زالت تغطي الحوثي. أقول لك انشقاق بعض القبائل، هذا الكلام أنا أعيده وأعيد التاريخ إلى سابق. في عام 1967 لما دخل عبد الناصر بالجيش المصري إلى داخل صنعاء إلى ضربة صعدة وحصرت صعدة وحطت اتفاقية صعدة مع قوة الأحرار اليمنيين، تمام، في إبرام اتفاقية صعدة 67 وأصبحت صعدة منطقة تحالفية للسعودية رغم كانت الثورة موجودة في صنعاء. الآن اتعكست الآية، لابد من تسليم صعدة للقوة الشرعية، تمام، صعد المعقل الرئيسي للميليشيات، المعقل الرئيسي، ولابد من تسليم. طيب انا عندي اتفاقيات في اشياء تاريخيه لابد نعتبرها بعين، يعني نعملها حساب في عين الاعتبار، انه عشان اتوغل صنعاء من فرضة نهم او اتوغلها من مارب، يا اخي انا لازم القبائل تسلمني. بعض القبائل تفرض الولاء والطاعه وثاني يوم القبائل تلغي الولاء والطاعه، بعض القبائل تسلم خلاص انا بسلمك السلاح بسلمك الافراد يتوغلوا معك في مارب ويتجندوا ويتدربوا كل حاجه ويرجعوا لصنعاء واختفت المسألة. هذا حدث بالفعل، يحدث. نعم. يحدث دائما. فأنا منطقة صنعاء أنا شيلوها من عين الاعتبار العسكري ما لم تسلم قبائلها حتى ما بعد الحديدة، من بعد الحديدة حرب الزرانيق، استطاع الإمام حميد الدين أن يضرب الزرانيق في الحديدة وهو في الجبل. إذا لم السيطرة الشرعية ودول التحالف من منطقة جيزان ونجران تدخل تتوغل من حرب ومن ميدي وتمسح بالبارقات البحريه كل خط الساحلي للحديده لن تنجح. دخول بري من جزان من منطقه حرب. نعم. من منطقه حرب الى عبس ودبيان والزيديه هذه وشفر، اذا القوات الخليجيه لن تدخل المنطقه هذه حتى من ناحيه الساحل، تضرب بصواريخها تضرب منطقه الساحل تمشط المناطق هذه. صح في عندي غطاء سكاني بيكون متواجد، لكن انا بامنع النزول من منطقه حجه، من منطقه المحويت، من المناطق هذه بمنع نزولهم الى فين؟ الى منطقه الحديده والتوغل ودعم الموجودين في الحديده. يعني عسكريا السيطره على صنعاء ليست وارده كما تقول؟ لا 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 لا، السيطره على صنعاء مش وارده الان، حصار صنعاء وارد بعد الحديده. ولكن ليس سيكون امرا منطقيا، سيكون بالتبعيه اذا كانت هذه هي الشريان الباقي لصنعاء، هذا السيطره وشي. عليها يعني احكام الخناق، احكام الخناق فقط وليس السيطره. هناك فرق بين السيطره. نعم. واحكام الخناق. انا بحكم الخناق على قلعه ولكن ما سيطرتش على القلعه. نعم. فانت صنعاء عندك من الحيمة الداخلية من خميس بني سعد إلى القدم إلى حراز إلى الحيمة الداخلية والخارجية إلى بني مطر إلى المحفل، في مناطق كثيرة عندك خط قبلي كبير جدا من الجبال
الكبيره جدا والعميقه والخط الذي لا يمكن ان تتوقع. لكن اذا 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 لم يتبقى كجزء استراتيجي من الميليشيات الحوثي، وهو السؤال الاخير لحضرتك، الا صنعاء، هل سيصروا على التموضع فيها ايضا ومحاوله القتال حتى وان كانت صنعاء وحدها هي الباقيه، ولا هذا يعني ايضا ان هناك تراجع حتى على مستوى التفاوض من قبل الميليشيات الحوثي ان انتهت معركه الحديده لصالح الجيش؟ اذا انتهت معركه الحديده وان شاء الله بتنتهي لمصالح الشرعيه وقوه التحالف باذن الله، حيكون هناك في تفاوض عسكري ميداني، وحيكون في تدخل من قبل الامم المتحده. وانا اتوقع حقيقه اذا لن تدخل قوه الامم المتحده في موضوع الحديده وفي انزال والسيطره على ميناء الحديده، حيكون في يعني مد وجزر بين القوى الشرعيه والحوثيه. الحكومه اليمنيه طالبت بذلك كثيرا. على اي حال اشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل اهدل الكاتب والباحث السياسي. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه النافذه، لنا عوده باذن الله.